بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن السيلف الايننج بول بيرنج. السيلف الايننج بول بيرنج عبارة عن بليه لها انر واوتر، وعبارة عن لكن الاوتر بيتميز انه السطح الداخلي ليه عبارة عن كيرف منقورة زي ما احنا شايفين كيرف، وبتكون والانر في مجرى لصفين من الرولينج اليمنت اللي على هيئة كرة طول في كي جي بيمسكهم. بس تميز البلية دي ان الانر رينج والرولر والكيج بيقدروا يتحركوا بزاوية كبيرة جدا بالنسبة للاوتر فيس. بستعمل الكورة البلية دي اللي هي سيلف الايننج بول بيرنج اللي هو مسماها، اللي بيحصل تقدر تستحمل ميس الاينمنت عالي قوي في حالة إن يكون عندي عمود محتاج مس هيتعرض لمس ألايمنت عالي، ديفليكشن عالي زي في حالة المراوح، وبستخدمه كمان في حالة السرعات العالية. النوع ده من البيرنج مستعمل كتير جدا في كل العمدان اللي في المعدات اللي بتبرد وبتسخن شوية نسبة عالية، اللي بتدور بسرعة عالية، اللي فيها وارد ان انا اتعرض ل ديفليكشن في العمود. لو بصينا على اول شكل في البيرنج ده اللي هو ديب جروف بول بيرنج، صفين من البيرنج في كي جي ماسكهم، لكن في عندنا في النص جروف للابريكيشن، يبدأ اللوبريكيشن يخش من النص ويتوزع على الصفين من النوع التاني. لو هنا بصينا هنلاقي البليتين على خط واحد. لو جينا بصينا بعد كده على اللي بعديها اللي هو لو بصينا عليها من الجنب الشكل البليتين دي هنا بالتبادل، يعني واحدة دايما بتبقى سابقة التانية. لو بصينا في الشكل اللي تحت اللي هو ممكن يكون عندنا open side اللي هو البيزك ديزاين اللي هو ما عندناش سيلز في الجناب، وده غالبا بستعملها طبعا في التزييت لو انا هزيد بالزيت مش بشحن. النوع التاني ان يكون مقفول بالجنبين، فغالبا ده بيبقى معاه الشحن بتاعه او الزيت بتاعه بيبقى من جنب واحد، ده بيبقى معاه دايما كونتاكت سيل. النوع التالت ان يبقى عندي extended inner ring، ان ممكن يكون inner ring بتاعي اطول من الستاندر، فعلشان ده علشان طريقة التركيب بتاعته. احنا قلنا السنجل سيلف الايننج بول بيرنج بيتحمل مس الايمنت عالي قوي، فلو بصينا في اول انيميشن على الشمال ان ده السنتر لاين المفروض تدور فيه العمود والبليه، لكن البليه دي بتتحرك عليه بسنتر لاين تاني خالص نتيجة الاحمال اللي تعرض ليها اثناء التشغيل. فلو بصينا على الشكل الشافت بياخد زاوية في التميل، وبناء عليه الصفين من البيرنج والكيرف اللي موجود في الاوتر ريس بيديني الحرية دي. لكن الزاوية دي بتبقى زاوية محدودة، لو زادت عنها فلو لاحظنا ان لو الزاوية دي لو زادت شوية البليتين هيخرجوا بره الاوتر ريس، وهنا تبقى البلية شالت حمل اعلى من الزاوية اللي ممكن تستحملها وهنا تتكسر. اظن الانيميشن باين لنا ان في ليميت فعلا للموضوع. شكرا.